بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الثالث من المحاضرة الثانية بالمحور الرابع سنتناول في هذا الفيديو شرح لواحد من الاكزامبلز Calculate the average shear stress in a thin wallet tube having a circular cross section of mean radius rm and thickness t which is subjected to a torque t also what is the relative angle of twist if the tube has length L معانا هذا التيوب بسمك T الطول L والتورك اللي عليه كابيتال T المين راديوس RM طبعا الماكسيموم شير سترس يكون على السطح الخارجي وهو الاكتيوال شير سترس ديستريبيوشن من خلال التورشين فورمولا لكن الافرج شير سترس يكون تبع الثين فاليد ابروكسيميشن او اففرج نستعمل في حساب الـ AM AM mean area يساوي باي RM تربيع تو average تساوي T على 2 الثيكنس ضرب الـ AM يعني T على 2 T باي RM تربيع We can check the, the, validity of this result by applying the torsion formula In this case we have J تساوي بما أنه الـ RM تقريبا يساوي R نوت تقريبا يساوي ال R I والثيكنس هي R الاوتر outer minus ال inner radius فالجي ممكن استعمال قانون 2 باي R M كيوب ضرب T وبالتالي الافرج شير ستريس يساوي T ضرب ال R -M على J يساوي T على 2 T باي R M تربيع which agree the previous result وهو نفس الناتج اللي حصلناه في السلايد السابق بالنسبه للانجل اف تويست فاي حسابك الاتي باستعمال قانون T ضرب ال تقسيم 4 AM تربيع ضرب J ضرب الانتجرال دي اس على T يساوي تي ضرب ال... تي ضرب ال تقسيم باي ام هي باي RM ام تربيع كله تربيع ضرب الشير اه موديلس ضرب T The integral represents the length around the center line boundary which is 2 pi By substitution phi تساوي t ضرب ال l تقسيم 2 pi rm cube j g, uh, g عفوا الشير مودلس ضرب الثيكنس.